أعلنت هيئة البيئة والمحمية الطبيعية في الشارقة عن تنظيم حملة توعية لزوار المناطق الجبلية في الإمارة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في المركز الثقافي بمدينة خورفكان، حضره الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، وسعادة هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحمية الطبيعية في الشارقة. هذا وتضمن المؤتمر الصحفي تكريم الفائزين بجائزة التصوير الضوئي الخاصة بالحملة، وتكريم المشاركين والمتعاونين في الحملة السابقة. كون إمارة الشارقة توجد فيها ثلاث مدن رئيسية، هي مدينة كلبة ومدينة خورفكان وأيضا مدينة دبا، فجمالية البيئة الجبلية مهمة لدينا، التنوع الحيوي الموجود فيها كبير، وبالتالي لابد من أن يكون هناك توعية من خلال إن شاء الله بيتم عن طريق 3 أو 6 أشهر تقريبا لطلاب المدارس، للمراكز الموجودة والإدارات وأيضا الجامعات الموجودة هنا في المنطقة الشرقية. بيكون إن شاء الله نوع من الفعاليات الكبيرة اللي بنقوم فيها، وبالتالي نطمح أيضا من الجمهور التعاون معنا في هذا البرنامج، كون وجود أيضا على هذه في غرامة تبلغ 10,000 درهم تقريبا، وبالتالي احنا نحد من العبث من البيئات الجبلية.